كابتن من الكباتن التاريخيين في النادي الاهلي، النهارده بيكسر رقم الصخره وائل جمعه، كابتن رامي ربيعه، مليون مبروك. الصخره هيزعل خلي بالك. لا لا ده حبيبي وعشره عمر وشخصيه محترمه بنتعلم منها، وعلى طول بيتكلم معايا، على طول بيقول لي على اخطائي على مميزاتي، فلا شخصيه محترمه جدا انا بحبه جدا حبيبي. رامي البطوله دي بالنسبه لك بتفاصيلها بكواليسها بطوله مختلفه، لو هتختار واحد من افضل اللاعبين ثباتا للمستوى في هذه البطوله رقم واحد هتحط رامي ربيعه. انت خدت البطوله عشان كلنا مع بعض، كلنا جروب مع بعض، الاهلي عمره ما كان لعيب الاوحد، زي ما انت شايف رامي مش موجود غيره هيلعب، مين مش موجود غيره هيلعب، كلنا بنادي وكلنا عارفين واجباتنا وكلنا عارفين اللي علينا، كلنا بنعمل اللي علينا، ما فيش حاجه في الاهلي اسمها رامي كسب، لا بالعكس هم بمساعده زمايلي وبمساعده ان هم دايما جنبي، انما الواحد ما بيركزش خالص مع الناس، اهم حاجه مركز مع مدرب ومركز مع زمايلي، ده اللي بيخليني انجح وده اللي بيخليني انا ابقى مركز في شغلي بس. يعني رامي عمل رقم قياسي بالبطوله دي، اول لاعب في تاريخ افريقيا يلعب 6 نهائي دوري ابطال افريقيا، رقم اعتقد صعب ان هو يتكسر او يتحقق تاني يا رامي. لا ده لسه كمان ان شاء الله، لسه احنا اللي يقعد في الاهلي يشوف بطولات ويشوف خير ويشوف عز ويشوف كل حاجه، فالاهلي ماشي اخويا. فالحمد لله الحمد لله 6 من 12، يعني العلامه الكامله لسه ان شاء الله 7 باذن الله نفكر فيها، فربنا يكرم ان شاء الله. ومبروك لجمهور النادي الاهلي، وبحب اقول له الف سلامه على علي معلول، كان موجود معانا وقلبه معانا وروحه وعمل لنا فيديو قبل الماتش، فاتمنى يرجع بالسلامه. وكابتن سامي اللي وعدني وقال لي قبل الماتش اجيب جون، يعني قال لي بس التايمنج بتاع الحركه، فما شاء الله بصراحه كابتن سامي الوحيد اللي قال لي قبل الماتش هتجيب جون وركز في التايمنج، فعلا اتحركت صح ورحت، سبحان الله التوفيق ربنا، وهو ما شاء الله ليه رؤيه، يعني ما شاء الله عليك يا كابتن سامي بصراحه. شكرا يا كابتن رامي.